دائما نجمعكم بمميزين بمتألقين، ضيوفنا دائما يكونون في عسيف، ضيوف يتميزون في مجالاتهم. اليوم عندنا الأب ويا أبنة متميزين في نفس المجال، ويمكن يتحدون بعض في بعض الأحيان وبعض البطولات. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع تالي نكمل معكم. هذا الشبل من ذاك الأسد، هذه الكلمات هي الوصف الأبلغ لبطلي الرماية عبدالله الطرقي وابن طلال. بعد نجاح الأول في حصد ميدالية أولمبيا وتحقيق الابن للعديد من البطولات المحلية والعالمية، ويعد ضيوفنا اليوم من أبرز رماة الكويت والخليج، ولهم أيضا حضور رائع في المحافل الدولية، وهذا الأمر مبرر بعشقهم لهذه اللعبة، حيث عشق الطرقي لعبة الرماية منذ الطفولة، وعمل طوال السنوات الماضية على تطوير أدائه وحصد البطولات، ونجح في أولمبياد ريو دي جانيرو بحصد ميدالية برونزية. ولم يكتفي الطرقي بالتتويج، بل عمل على صناعة ابن طلال ليكون أحد أمهر رماة الكويت ليحمل الراية من بعده. لكن الابن لم ينتظر اعتزال الأب وحمل الراية، بل نجح بمنافسته ومنافسة غيره من رماة الكويت بمختلف البطولات المحلية والخارجية. أسرار نجاحات البطل الأولمبي عبدالله الطرقي وابن طلال راح يكشفون عنها وعن وايد أمور خلال حوارنا معاهم في استديو عسيف. يسعد لي مساكم كابتن عبدالله الطرقي وطلال عبدالله، اليوم أنتوا ضيوفنا في عسيف، رماة من المميزين في الكويت، مثلتوا الكويت في أحسن صورة، كل التقدير والشكر لكم ومسي عليكم بالخير. مساكم الله بالخير وكل الشكر لكم على هذه الاستضافة. حياكم الله. صراحة هذا دعمكم يعني يرفع معنوياتنا إن شاء الله للبطولات القادمة. حياكم الله ومنورين أكيد في برنامج عسيف. في البداية نبارك لكم في الإنجاز الأخير اللي شاركتوا فيه في بطولة سمو الأمير. نبي نتكلم عن هذه البطولة وهذه التجربة والإنجاز اللي حققتوه من خلالها. بالنسبة لبطولة حضرة صاحب السمو، طبعا دائما يكون استعداد أو بداية استعداد لموسم قادم جديد. 2018 هو سنة أول مقعد أولمبي لأولمبياد طوكيو 2020، إن شاء الله سيقام في الجمهورية الكورية. صحيح. في شهر 8، وبداية استعدادنا إن شاء الله انطلاقا من حظة بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأرغامنا في هذه البطولة مؤهلة، وممكن في هذا الرقم أن نحصل إن شاء الله على مقعد أولمبي، وإن شاء الله أن نضاعف العمل حتى أن نكون أفضل من هذا الرقم. دوك الله طلال، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم أنت تشارك البطولات مع الوالد عسى الله يحفظه، ويمكن تميزتوا في هذا الموضوع، ويمكن في ناس يمكن ما تعرف أن أنت لأول مرة خلينا نقول في التاريخ الرياضي أو في تاريخ الأولمبياد أن يشارك الأبن مع والده في نفس البطولة. نعم. وهذا يعتبر إنجاز لكم، وأتوقع دش في موسوعة جينيس الموضوع. نعم نعم، هذه كانت بدايتي في الرماية. أتوقع الرماية هي وراثة، لأن أنا ورثتها من الوالد من الصغر، والوالد ورثها من والده اللي هو جدي. الرماية على قولتهم هي تمشي بعروقنا في دمنا ما شاء الله. من يعني من طلعت على الدنيا وأنا أشوف الوالد في إنجازات عالمية وفي تدريبات مستمرة، فحبيت أني أمشي على قولتهم ياخذك وياه وانت صغير. نعم 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 على طول. أيوه، فحبيت أني أمشي على خطى الوالد. بعد فترة على قولتهم على ما اشتد العمر شوي، جربني الوالد في كذا لعبة في الرماية وعطاني خلاصة الرماية كاملة. يعني الرامي بدل يختصر الرماية خلال 7 سنوات 10 سنوات، أعطاك المفاتيح نقول، أعطاني العصارة صحيح كاملة. فضل الله تعالى يعني حققت إنجاز عالمي مع الوالد في نفس البطولة. أي ما شاء الله. وشاركت في أولمبياد مع الوالد في نفس البطولة،
فهذا أتوقع أن إنجاز كبير لله الحمد مع الوالد. صحيح طبعا، وكثير من الرماة أعتقد يحسدونك على هذا الحمد لله الموضوع وهذا الإنجاز اللي قاعد تحققه بفضل التجربة السابقة لأكيد الوالد، واللي ما وصل لها إلا أنه هو قدر يوصل لمصاف الأبطال العالميين في الأولمبياد وغيرها. أتكلم عن هذا الجانب، هل شفت فيه الموهبة ولا قلت له لا مثل ما أنا حذيت حذوة أبوي لازم أنت هم نفس الشيء؟ لا، احنا عندنا معلومه ان على ما قالوا ابن الوز عوام، على ما قالوا ان الدم يسحب الدم، بعدين احنا بفضل الله احنا العائله هذه يعني فيها مواهب في الرمايه. نعم، فحبيت اني اجربه وجربته وتبين لي انه ان شاء الله في امل، ودليل على ذلك كان عمره 16 سنة حقق بطولة وولد شامبيون جونيور ما شاء الله والميدالية الذهبية، وإن شاء الله أنه يستكمل هذه إن شاء الله أنه يحصل على السينيور. بس علما أحب أن يضيف شيء واحد، أنه دائما عندنا معلومة كبيرة عن الجونيور لما يحصل على الميدالية الذهبية بعدها لازم يحصل له إخفاق بعد الجونيور. ليش؟ هذا طبيعة الحياة، طبيعة الحياة، لأن يعني يعتقد بأن الأمور سهلة أني أنا جونيور وأخذت اعتبر أنها سهلة، ولكن لحد الحين تكون في عقل أنها سهلة ولكن هي صعبة. ولما يدخل مرحلة لما يدخل تروح السنين معاه وهو كل يوم يقول سهلة 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 بس ما يوصلها، حتى يعرف أنها تكون صعبة إلا تحتاج إلى عمل طبعاً كثيف. صحيح كلام مبطن. إيه عمل كثيف حتى ترجع، لأن الوصول إلى القمة ممكن نقول سهل ممكن، ولكنه مو سهل تم فيها، ولكن صعب. ممكن سهل ولكن الثبات فيه هو صعب. جميل كابتن عبد الله، اليوم قاعد نتكلم عن رماة الكويت متميزين دائما يعني على مستوى العالم، وإذا بغينا نقول نسبة وتناسب مع الدول، احنا الكويت شعب يعني نقول يعني اللي يدخلون الرمايه اعداد بسيطه، ما هي الاعداد الضخمه، ولكن الاعداد البسيطه هذه يطلع منها متميزين وابطال اولمبيين. طبعا، لان السبب الوحيد ان الجزيره العربيه هي يعني معروفه في قوتها في هذه اللعبه، في لعبه الرمايه، ولكن تحتاج الى صقل. عندنا هني بعض الدول يعني تعرقل هذه الأمور و يعني تحتاج إلى دعم شخصي. أنا شخصيا أنا اللي يعني كافحت حتى أصل، يعني ما بي أطيل عليكم في الكلام ولكن أعطيكم خلاصة. أنا كنت سنة 92 كانت عندي شركة وأعمل فيها ومدخولات جيد، ولكن اخترت حد الأمرين، أما أكون صاحب تجارة وهذا، ولا أكون صاحب أول إنجاز عالمي في أول إنجاز عربي عالمي. حتى لما تدخلت بعض المسؤولين وقلت له أنا قاعد أفكر في بطولة العالم شلون أخذها، قال حب كوعك أحسن، يعني ما توصلها، بس إن شاء الله راح أوصلها. فبعت المؤسسة وطلعت من وظيفتي وتحولت إلى وظيفة إلى أن تكون يعني متفرغ رياضياً، فتفرغت لها كلياً من سنة 92 إلى أن بدأت 95، فحققت أفضل رامي في العالم. صحيح، ما شاء الله. مو إنجاز، يعني مو إنجاز بس بطل عالم، لا، أفضل رامي في العالم. اليوم طلال تمر في هذه الظروف اللي مر فيها الوالد؟ والله شوف، الظروف اللي مر فيها الوالد ظروف صعبة. أنها كانت أنا حسب الكلام اللي وصلني منه والمعلومات أنها كانت يعني المادية كانت ضعيفة وقتها، المدربين ما كان يعني كان كل اجتهاد شخصي. فلما ترجع لي أنا ما أقدر أقول اجتهاد شخصي، لأن ما أقدر أقول أبوي قدام الناس، هذا مدربي، هذا قدوتي في الرماية. فأنا لما أحتاج شيء في عالم الرماية أو في حياتي الشخصية أرجع الوالد على طول. فأتوقع أنه يعني عاش مأساة كبيرة في عالم الرماية، عشان كذي ما راح يقصر معاك. نعم إن شاء الله. إذا بنتكلم كهواية أو يعني ماخذينها أكيد مو هواية يعني كابتن عبد الله في هذا الجانب أو أبو طلال، إذا بنتكلم هي هل ممكن تكون ماديا شوي صعبة؟ بمعنى أنت أكيد هذه المشاركات ممكن تكون في بعض الأحيان
على حسابكم الشخصي، ممكن الأسلحة اللي ممكن تحتاجونها في التدريب وغيرها، في البعض يقولنا والله على حسابي الشخصي، فهل ممكن تكون مكلفة؟ طبعا الرماية بالذات لأنها طلقة تطلق ترمى التكرمون بزبالة. صحيح. البندقية تستهلك، الأخشاب يستهلك، منطقتنا حارة، يعني عمرها الافتراضي في أقل. أوروبا يكون مثلا 5 سنوات البندقية، بالكويت أقل، بالكويت تكون أقل من شدة الحرارة لأن الحديد يتمدد بالحرارة. صحيح. ومع طلقة الذخيرة تزيد الحرارة عليها. صحيح. وتواجهنا مشاكل بالنسبة ل تقولين إن على حسابنا وغير على حسابنا، إذا ما دعم الإنسان نفسه ما أعتقد أنه يصل. نعم. ولكن إن الحكومة ما قصرت، دعمت بالتساوي، ولكن الإنسان يحتاج إلى زيادة. في أوروبا وفي غيرها هناك دعم سبونسر يكون مثلا الذخيرة تدعمها من هناك، البندقية تدعم الشركة كذا، احنا ما عندنا سبونسر هنا. نعم. فاحنا نصير سبونسر لأنفسنا. نعم. احنا ودنا نتكلم عن الموضوع هذا أكثر، سبب يعني عدم خوض الشركات الخاصة في دعم خلينا نقول الرياضات الفردية اللي تنجز. أنتوا عندكم مشكلة مع أحد الرماة، احنا بنحط لكم الحين الفيديو فيكم تعلقون على هذا الفيديو، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. هذا رامي مميز. شنو المشكلة اللي بينكم وبينه؟ أول شيء منو هالرامي؟ ما هذا عمي طبعاً. هذا أبوي. لا لا بالعكس ما في مشكلة، ما في شيء يعني. هي طبعاً. مو مشكلة، مشكلة بمعنى بس التنافس كبير. طلال منو اللي أقوى؟ عمك ولا أبوك؟ والله شوف الوالد الكثير يتساءل إن لعبتي تفرق عن لعبة أبوي. يعني أبوي يرمي رماية سكيت وأنا رماية تراب، وعمي اللي قاعد يشوفونه الحين هو يرمي نفس رمايتي. كثير من المرات أنها تصير التعادل بيني وبينه على المركز الأول والثاني. أيوة إن شاء الله. فالكل يقول خلها حق عمك، وعمي يقول لا راح أخليها لولدي. إيه. فدائما تصير في مناوشات. هذا أكثر مشكلة. ما يدخل بالموضوع هذا. هذا ما أطلع منها. أطلع منها. بعدين لقينا حل، قلنا كل واحد يأخذها بذراعه وروح رياضية. بس خلاص. بس كل واحد. وهذا يمكن التنافس الرياضي. هو الخوف من شيء واحد. إيه. الخوف إذا رديت البيت. إيه بالزوارة. إذا رديت البيت ليش تفوز علي؟ تصير مرات بينك وبين الوالد عسى الله يحفظه إنه يعني نوع ما مثلاً. تنافس. إيه تنافس يحاول إنه اليوم ما تغلبه، لازم يغلبك. والله صراحة الوالد صعب ما أقدر. أنا أشارك بلعبتهم، أنا أدش عليهم بلعبتهم وأشارك معهم. يفوز علينا. لكن هم يشاركوا معي. آه ما يشاركوا. ما يدشون معي بس أنا أقدر أدش عليهم لأن خبرتي ساعدتني أني ألعب 3 لعبات والثلاث لعبات أنا محقق فيهم إنجازات. يعني لما تسأل طلال ولا عمه ولا يقول لك أنا بس تخصص التراب، لعبة التراب. أنا لا، أنا فزت في الثلاث ما شاء الله عليك. يعني حتى أنا كانت لعبتي سكيت وكان لعبة التراب والدبل تراب، كان حاشتنا ظروف قاسية بسبب أن أحد أبطالنا كان مسافر مع والده يعالج. الثاني كان مصاب وصارت عندنا بطولة الخليج بالكويت، فقالوا نبيك تنقذنا في لعبة التراب والدبل تراب، ما عندنا أحد بس سكيت كان عندنا أحد، يعني في عندنا رماد. يعني أنت دخلت في لعبة أخرى بالإجبار، يعني دخلت إنقاذ موقف. إنقاذ موقف. طلعت من لعبتي وشاركت بلعبة التراب والدبل تراب في بطولة الخليج. اي ما شاء الله. واخذت الاول بالتراب والدبل تراب. ما شاء الله. بالثنتين اخذت الاول اول. ما شاء الله. وهذه مو لعبتي ها؟ ما شاء الله عليكم الأمانة، انجازات كثيرة وعالمية تحسب لكم اكيد وتحسب ايضا للكويت، قاعد ترفعون اسم الكويت وعلم الكويت في محافل عالمية. احنا راح نكون مستمرين معاكم ومحاور كثيرة راح نخوضها في تجربتهم وبطولاتهم اللي شاركوا فيها من بعد هذا الفاصل. كابتن عبد الله، يمكن احنا قبل فتره مرينا في مرحله ايقاف للرياضه الكويتيه، وكثير من الناس قالت ان هذا الايقاف اثر على المستوى الفني لاداء اللاعبين بشكل عام. ايش رايك في هذا التعليق؟ طبعا ما يحتاج الايقاف ياثر على جميع الرياضيين، لان مشاركه في بطوله واحده
تعادل تقريبا تدريب ما يقل عن شهر. يعني لو تتدرب شهر كامل في بطولة واحدة يوم واحد الله. ممكن يعادلها. فمن غير احتكاك لا يمكن أن يتطور الشخص أو يحافظ تصل على مستوى تصل. يعني تذكر الألعاب الأولمبية البرازيل 2016 كنا موقوف الرياضة ما قبلها بفترة يعني تقريبا ما نقول كثيرة لكن أوكي تقريبا تأثرتم طبعا تأثرنا حيل لأن رحنا شاركنا في بطولة مؤهلة للأولمبيات وحصلنا على مراكز يعني بالآخر كلش بس تأهلنا الحمد لله. ولكن بعد قبل الأولمبيات قعدت أطلع أشارك في بطولات على حسابي الخاص بسبب أني لازم أحتك قبل الأولمبيات، إذا ما احتكيت راح أخسر كل شيء. فالحمد لله لحقت على نفسي وشاركت بطولات حتى أني أكون يعني قريب منها صحيح. مع الخبرة زائدها الحمد لله تفوقت فيها الأولمبيات. ولكن الإيقاف يأثر كثير على الرياضيين. نعم طلال، كونكم رمات شباب هل ممكن الإيقاف يعني الرياضة ترد أو ما ترد هذا الشيء ممكن يسبب عندكم نوع من التخوف؟ طبعا طبعا الإيقاف صراحة عطلنا كثير في البطولات الخارجية. يعني صارت خلال سنة أو سنة ونص كثير من البطولات الخارجية، بطولات عالم، بطولات آسيا وكذا، تعطلنا فيها ما شاركنا. يعني وقفنا سنة نص عاطلين عن الرماية بس نرمي بطولات محلية. وشاركنا بطولة آسيا أتوقع بالهند وكانت هذه بطولة مؤهلة للأولمبيات. نعم. شفنا أشياء والله عمرنا ما شفناها في بطولات خارجية. نظرة الناس لنا، طريقة تعاملهم، نرمي أسامينا مسكرة، الشعار الكويتي يسكرونه بتيب، شيء محزن صراحة. طبعا طبعا محبط. وفوق هذا كله حققنا إنجاز. كفو عليك. هذا دليل أن الرامي أو اللاعب الكويتي عنده دافع قوي في الإنجاز. صح. لكن ودنا الأمور هذه على قولتهم بس أنها تنحل وإن شاء الله أنها انحلت وخلصت. إن شاء الله. بإذن الله. الحمد لله. عندنا تقرير عن التكريم الأخير لإنجازك كابتن عبد الله، نشوفه مع بعض ونرجع نعلق عليه. عن جدارة واستحقاق بميدالية ريو البرونزية. إنجاز حلو، احنا استمتعنا فيه وسعدنا فيه يمكن اكثر منك كابتن عبد الله. وانا واثق انا فعلا كل الكويتيين كانوا بانتظار هذه اللحظة والكل كان يتابع الطلقة الأخيرة اللي احرز فيها هذه الميدالية الأولمبية. شنو كان شعورك حزتها؟ انا شعوري ما قبل البطولة اللي دمرني تدمير. الجمهور وهو في المسيرات صح، ما قبل البطولة صح، لأن أخوي فهيد جاب الذهبية صح، فطلبوا مني أني أجيب الذهبية لأن فهيد له جمهور وأنا لجمهور. صارت مسؤولية أكبر عليك. إيه، فجمهوري طلب مني ميدالية. نعم. يعني إذا ما جبت ميدالية عم تقول نزعل عليك. فالضغط تضاعف علي رغم فرحتي ودموع عيوني انزلت لما شفت أخوي فهيد يحمل الذهبية. ولكن كنت أقول ودي مثل أنا، وكل إنسان يطمح أن يكون نفس أخوه صح. فطموحي أنه أبي ذهبية. فالضغط تضاعف علي إلى أن وصلني شلون أنام بس الله. الحين أبي أنام بس، مو المشكلة ما عندي مشكلة بس أبي أنام عشان تتجهز للبطولة. عشان إيه؟ عشان أبي ما أكون إلى أن في اليوم ممكن أخذ خمس حبات إلى ست حبات بنادول من الصداع ومن التعب الأرق النفسي. لكني دخلت الفاينل برقم عالمي صحيح. يعني أفضل رامي، والرقم هذا مسجل لأولمبيات طوكيو 2020 صحيح. باسم عبد الله الرشيدي بالكويت، باسم الكويت الحين صحيح. قبل كان مو باسم الكويت، الحين باسم الكويت صار لأن رفع العلم. هذا يدل على أن بفضل الله عندنا القوة رغم الضغط أني داخل فاينل الأول. ولكن فاينل الأولمبيات هو يسمونه الفاينل الظالم
يردوننا من الصفر. صح. ونبدأ من الصفر. فأنا كنت فارق عن اللي أخذ الذهبية لما دشينا الفاينل، أنا 123 من 125 وهو 121 من 125. ثم ردونا على الصفر مرة ثانية، الفرق طبقين. الطبقين هذه كانت تنقذني طبعا لو كانت موجودة معي، ولكن الفاينل هو المدمر، ولكن هذا قدر الله ما شاء فعل. صحيح. والبرونزية برونزية هم حلوة. نعم. هم حلوة طبعا. نعم. طلال، نتكلم على وضع الأسرة والبيت في وصول الوالد للنهائيات. نعم. شلون كان؟ لا لا. جو الأولمبيات هذا جو آخر، يفرق عن الأجواء العالمية وبطولات الآسيوية كلها. في السابق كنت أشوف الوالد أنه بطل عالم، وكنت أطمح أن يكون نفسه بطل عالم، وفضل الله تعالى وصلت العالمية معه. الوالد سبقني على الأولمبية، فقعدت أفكر وأشغل البال حيل أن نوصل للأولمبية. وقت البطولة الوالد فضل الله تعالى حقق البرونزية. أثناء الفاينل البيت كله في توتر. ما إلا ودي والله. أن يقول شيء. أنا بعد الفاينل مباشرة رحت المستشفى حاطي لي درب. الله عليك. والله من كثر التوتر والأعصاب. صح. بعد الفاينل مباشر أغمى علي، يعني افترت الأعصاب كلها. صح. قلت ودوني طبيب من كثر الفرحة والصدمة الفوز والتوتر اللي عايش فيه خلال 3 أو 4 أيام. يعني شيء، أقوم الصبح وشغل النت وتابع النتائج أول بأول ليل مغرب، وبالليل تفكير والتويتر وال والله ما تلام يعني برامج التواصل الاجتماعي شقالة معي 24 ساعة. صح. صح. إن ابن البطل الأولمبي وابن البطل العالمي وكل النظر علي، وأنا بتويتر شقال معهم وكذا وكذا. صحيح. فالأنظار كلها مسلطة علينا. الله يعينك صراحة، في بطولات مثل هذه تكون حساسة، الواحد فعلا تكون أعصابه مشدودة. دائما نقول الأستاذ يحب أن الطالب يتفوق عليه، وإذا أستاذك كان أبوك أتوقع أن يعني تكون علاقة نبي النص. بس بس للعلم أنا ما أخلي أحد يتفوق علي حتى أن أعتزل، سواء ابني أو غيره. لن أقبل أن أحد يتفوق علي ما دام أني في الساحة. بس يقولون دائما الأبو وده ولده يصير أفضل. أنا ما أقبل لما أطلع. تفضل. ساحة رياضية. إيه هذه ساحة رياضية. إحنا أنا اتفقت يا عمي، الحين بتفقنا وياك قدام. ما مو رياضية ولا شنو؟ أنا ما مو رياضية في هذا الموضوع. لا رياضية هذه. بس ما أقبل أن أحد. نعم. والله الوالد صعب ترى. والله صعب. إيه. والله. ما يجامل نهائيا. لا ما في، هذه ساحة رياضية. الله يعينك يا طلال. إيه هذه ساحة رياضية، تفضل. صح. وبعدين إذا فاز علي بالقوة أنا أتمنى أنه يفوز علي بالقوة، ما بيفوز علي في رخاء أو صح. لا أبي يحس بالتحدي، أبي يقاتل. صح. ما أعطي مجال، ما أنزل له أنا. لا تعطينا يعتمد على نفسه فعلا ويحقق اللي يبي وطموحه بذراع مثل ما لازم يقول. يعتمد على نفسه، إذا ما اعتمد على نفسه ما يوصل. صح. إذا فكرت طبعا. إذا فكرت لأن البطولة يعني. عفوا لأن البطولة أثناء البطولة المدرب ما يتدخل. صح. عملك أنت تصير أمور لازم أنت تتصرف تداركها وأنت تحلها. أنت تتصرف في أمور أنا أتصرف فيها أثناء البطولة، لا غير اعمل كذي، ما في مجال أرجع للمدربي. صحيح. لازم أتصرف فيها. فإحنا نرمي في أجواء يعني أحوال جوية تأثر فينا. صح كذا. فشون أتصرف؟ لازم على طول اللاعب هو اللي زادت سرعته. شون أتصرف؟ أفتح بالبندقية أوخر شوية. الطبق الثاني أسرع، شو أسوي بالأول؟ صح. طبعا. يعني الأجواء في أمور ما تكون في الحسبان، حزت البطولة نفسها، فلازم تدارك. اعتمد على نفسك. نوقف أبو طلال في فيديو نبي نشوفه مع بعض ونعلق عليه، خلينا نشوفه الفيديو. أقدم لك 50,000 دينار باسم حكومة الكويت وشعب الكويت وباسمي. أقدم لك هلالة الكويت. أقدم لك وياها قسيمة صناعية. أتمنى للجميع إن شاء الله الموفقية، أتمنى إن شاء الله كل سنة نجتمع ونكون بهالروح اللي أنتوا فيها واللي خليت الكويت فعلا معتز فيكم.
يطول العمر ان شاء الله. ايش كثر يعني لك هذا الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو؟ الله يطول بعمره. الله يطول. آمين. والله ادعي له من قلبي. دمعه تغرق بعيوني الحين. صحيح. بصوت نبرة صوته يعني احس انه فعلا كان يعني مستمتع في تكريمنا. والله والله مو مجاملة. صحيح. لو يعطى من العمر لاعطيه من عمري. محبة في الله. أحبه في الله لأنه رفع اسم الكويت. صح. يعني عطى الكويت أكثر مما نعطيه احنا. صحيح. إنجازات صاحب السمو يعني إنجازاته كثيرة لا تحصى. كثيرة لا تحصى. ويمكن في الكويت وحتى خارج الكويت مثل ما يقولون دائما خيره سابج. عسى الله يحفظه وديمه علينا ذخر يا رب. آمين. اليوم طلال قاعد تشوف أنت الوالد لما يلتقي بسمو الأمير بهذه الحفاوة الجميلة وهو متوج وسمو الأمير يعطي هذا الوسام وهذا التكريم، أكيد هناك يعني صوت يقول لك يلا طلال شد حيلك ترى أنت بتوصل إلى يعني إنجاز وإن شاء الله يعني تقابل سمو الأمير وتحصل على نفس هذا التكريم. نعم. الإنجاز اللي حققه الوالد أو الإنجازات الكثيرة اللي قاعد يحققها الوالد المستمرة هذا قاعد يعطيني دافع أني أجد وأجتهد بشكل ما تتصوره من داخلي. وأنك تقدر. وبإذن الله أقدر. بإذن الله أني راح أقدر، وأنا أقولها الحين راح أقدر بإذن الله تعالى، لكن ينقصنا التوفيق من الله فقط لا غير. وإن شاء الله بإذن الله راح نوعدكم بإذن الله تعالى إن شاء الله أولمبياد طوكيو راح نكون أنا والوالد. وفك نفسك. يلا البطوله الجايه ان شاء الله استعدادكم باذن الله تعالى. اتمنى للجميع كلهم فيها ان شاء الله باذن الله. نتكلم عن البطوله القادمه يوم اللي بعد. في عندكم بطوله تبون تشاركون فيها؟ نتكلم عن هذه البطوله ان شاء الله. هذه بطوله محليه. طبعا احنا قبل اسبوع كانت عندنا بطوله سمو الامير وكانت جراند بري يعني الجائزه الكبرى ومشارك فيها تقريبا 40 دوله. نعم. والحمد لله حققنا ميدالية ذهبية فيها ورقم طيب، وإن شاء الله أطمح في هذه البطولة أني أزيد على رقمي لو طبق واحد. أنا حققت 122 من 125 كان عندي 3 أخطاء. نعم. إن شاء الله أني أكون يعني حققت على الأقل 123 لأصلح، وأنا قاعد أشتغل الحين شغل مميز خاص يعني من بعد بداية 2018 قاعد أشتغل شغل خاص إلى أن يوصلني الـ 125 من 125 وولد ريكورد بإذن الله. للعلم أني قاعد أعمل الحين على اللي هو الستوك الخشب الأخمس يسمونه عشان يفهمونه كثير من الناس، الأخمس مع البندقية اللي أمسكه بالإيد هذا. هذا قاعد أصنع واحد جديد صناعة محلية. حلو. ما صنع قبل المرة. يعني اختراع كويتي راح يطور من مستوى اختراع اللعبة. كويتي راح ان شاء الله اخذ فيه براءة اختراع من شركة بريتا اللي هي من اول شركات العالم. صحيح. وان شاء الله قاعد داش فيها ان اركب عليه بندقية خاصة بمواصفات واوزان خاصة حيث ان البندقية هذه تساعد لرفع مستوى الرامي. والله تمام. شيء جميل صراحة. وراح تكون باسم ان شاء الله الرشيد عبد الله. حلو لما يكون لاعب كذي طموح انه حتى يطور الادوات اللي يعني يستعملها ويستخدمها. وانا واثق ان في تطور. انا واثق ان في تطور، والدليل على ذلك ان في رمات في البطوله هذه يرمي ارقام عاليه ثم يروح بطوله ثانيه يرمي اقل منها. صحيح. بسبب شنو؟ في خلل. صحيح. في خلل في البندقيه. ولكن هذا الرجل موهوب انا عارفه، ولكن خلل في البندقيه. جميل. خلل اللي قاعد انا الحين احاول. عندنا صورة لكم نبي نشوفها مع بعض ونعلق عليها. شوف الصورة. الله. وهي قديمة. اي طلال هني كلش الشوزن اطول منك. الشوزن اطول منك. هذا لما اقول لك انه كانت بدايتي مع الوالد من الصغر. انا كنت معاه بالنادي واشوفه يرمي. صحيح. واشوفه يعني اتذكر في بطولة من البطولات حقق المركز الاول.
شوف هني هني الوالد قاعد يشوفك. نعم. وحتى نخايف يمكن عليك انه لا يطيح منك. لا يطيح، لا يطيح السلاح علي. اي صحيح، لانه ما شاء الله يعني عمرك صغير هني. هني كابتن عبد الله شنو كنت تشوف طلال؟ يعني كنت تشوفه هل راح يكون يعني تشوف بعيونه حبه للعبه؟ لا اشوف، لان اشوف فيه لمحات من ابوه. يعني انا لما احنا نطالع شنو الاب، هل الابن في نظرات منه طالع عليه؟ صحيح. يكون ممكن جينات ماخذها من اذا طالع على امه، طالع على خواله، صح، ممكن انه ما يحب الرمايه. صحيح. لكن اذا في ميزات من ابوه لا، ممكن انه يكون على دمه. عيل ابشر بالخير طال عمرك. وللعلم البندقيه هذه من عمر اكبر من طلال. أيوه. ولليوم هذا موجود معي ان شاء الله للاولمبياد. ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عسى الله يوفقكم سواء كان في البطولات المحليه وحتى في البطولات العالميه. ندري ان باكر وراكم تدريب من الصبح، فيعني اتوقع ان احنا نستاهل هذه، نستاهل نص ساعه اللي احنا دردشنا فيها. وعسى الله يوفقكم ان شاء الله في البطوله. شكرا على وجودكم اليوم معنا كابتن عبد الله وكابتن طلال. ان شاء الله التوفيق دائما يحالفكم وترفعون اسم الكويت في البدايه وعلم الكويت ان شاء الله في كل المحافل الدوليه. شكرا لكم. بارك الله فيكم. اذا مشاهدينا عندنا فاصل، بعد الفاصل معنا شيماء وفقره مواهب.